تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية، وجهت وزارة الداخلية قوافل مساعدات عينية إلى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة. وخلال القوافل تم توزيع مساعدات غذائية وعينية على الأهالي هناك، كما تضمنت القوافل خدمات الأحوال المدنية وتراخيص السيارات. من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، تسعى وزارة الداخلية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ربوع الوطن. في هذا الإطار جهزت الوزارة عبوات غذائية متميزة وبطاطين لتوزيعها على أهالي الواحات البحرية بالجيزة تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. هنا بلد مع إشراقة شمس يوم جديد على مدينة الواحات، وصلت السيارات المحملة بالسلع الغذائية والبطاطين إلى المدينة، حيث تم تجهيز عدد من السرادقات لاستقبال الأهالي وتوزيع العبوات الغذائية والعينية عليهم، وسط ترحيب كبير منهم بمبادرة وزارة الداخلية لدعمهم. فهي ليست المرة الأولى التي تأتي الوزارة بهذه القوافل إليهم برغم بعد المسافات، ما يؤكد اهتمام الوزارة بهم والحرص على استمرار دعمهم. هنا مصر اللي عشناها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر، هنا مصر اللي عشناها. احنا بنشكر سيادة الرئيس على اهتمامه لينا بأهل الواحات والخدمات اللي بيقدمها لنا. كما تم توجيه مأموريات لتوزيع العبوات الغذائية والبطاطين على الأهالي بمقر إقامتهم، حرصاً على استفادة أعداد كبيرة منهم من المبادرة. كل سنة طيبة، رمضان كريم عليكم يا رب. كل سنة طيبين. تفضلي. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيبين. نشكر سعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللي عملوا عندنا في الواحات البحريه وعلى مبادره كلنا واحد. وتحيا مصر، تحيا مصر يا مصر. لما قرب وبعيد شعب الايد في الايد والقلب وما يريد واحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي عشناها اتباهى. نشكرك يا رئيس وجدعان كل وحش يا رب. الرئيس اللي جاب لي حاس لحد انا فاكرني وجاب لي حاستي لحد هنا، ونشكر الشرطه اللي جات وجتني لحد هنا، ويغنيهم ويسترهم ويعليه ويرقيها الرئيس. لم يقتصر دعم وزاره الداخليه لاهالي الواحات البحريه على توفير سلع غذائيه وعينيه لهم، بل امتدت التيسيرات الى توفير قوافل طبيه من قطاع الخدمات الطبيه بالوزاره ضمت كافه التخصصات، يتولى اطباؤها الكشف على المواطنين وتوفير الأدوية اللازمة لهم. احنا بنشكر الرئيس اللي هو بعت لنا وزارة الداخلية، وبنشكر الناس اللي جت الواحات البحرية وكشفوا علينا وادانا علاج مجانا، وبنشكرك يا رئيس. هنشكر سعادة الرئيس وزارة الداخلية انهم جم عندنا في الواحات. شكرا يا رئيس، شكرا، الف شكرا عليك، الف شكرا يا علم الدار. يبعد عنا الوحش، عالجنا كلنا، يحوش عنا الوحش يا رب. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في اي ظروف ونضحي بعمرنا عادي، واللي عادي بلدنا يشوف. هنا مصر اللي نشكر رئيس الجمهوريه ان هم عرفوا حاله بابا وجابوا له كرسي. شكرا يا رئيس وتحيا مصر. وضمت القوافل خدمات قطاع الأحوال المدنية لتسهيل استخراج مصدرات القطاع للمواطنين هناك، وهو ما يوفر عليهم قطع مسافات طويلة للحصول على هذه الخدمة. أنا جيت نعمل البطاعة هنا خدمة لحضرتك، والدنيا حلوة، ونشكر سيادة الرئيس على المجهود اللي بيعملوه معانا ده،
ووفروا علينا كتير. أنا جيت طلعت البطاقة هنا وأنا والمدام وإحنا سعداء بمعرفتكم ونتمنى ونشوفوكم تاني في الواحات البحرية. وكذا توفير خدمة تراخيص المرور المختلفة وهو ما أشاد به المواطنون. بالنسبة للترخيص هنا في الواحات فوفروا لنا إن إحنا بدل ما نسافر نروح أكتوبر مشقة السفر علينا، فجابوا لنا اللجنة هنا، فده ممتاز جدا خلي بالك، وتوفر علينا لصعب الطريق في الواحات أصلا. كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان، وفرصة سعيدة انكم جيتوا الواحات هنا واحنا تشرفنا بيكم. لا يتوقف دعم وزارة الداخلية للمواطنين على أماكن محددة، بل يمتد الدعم إلى كل ربوع الوطن مهما بعدت المسافات، في إطار دورها الاجتماعي وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.